مدا واكراما اكراما مدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى ذهب دهرين كلها امين. نشكر الله من اعماق قلوبنا لانه اعاننا واتى بنا لهذه الساعه. نشكره على كل حال ومن كل حال وفي كل حال. الهنا الصالح قادر ان يعطينا رساله لحياتنا امين. انجيل هذا الصباح المبارك فصل من البشارة المقدسة بحسب ما كتب معلمنا القديس مابل يوحنا البشير الإصحاح العاشر. واللي فيكم أخذ باله النهاردة في السمكسار كان تذكار أحد الأباء البطاركة، والكنيسة المقدسة بتتلو على مسامع أولادها وبناتها في مثل هذه التذكارات إنجيل الراعي الصالح. في بعض تذكارات الآباء البطاركة والآباء الأسقفة بتتلو فصل إنجيل الراعي الصالح. حوالي 38 مرة بيتلى فصل إنجيل الراعي الصالح على ما سمعنا على مدار السنة. أنا أكثر من 38 مرة تقريبا. بالضبط برضو زي تذكار المجامع في المجامع المسكونية أو الآباء اللي شاركوا في المجامع المسكونية بيتلى على مسامع المؤمنين فصل إنجيل من هو من يقول الناس إني أنا، اللي هو إنجيل أنت هو المسيح ابن الله الحي. فإنجيل الراعي الصالح في هذا اليوم المبارك بيتمحور أو يتمركز نحو ثلاث شخصيات. الشخصية الأولى مين؟ الراعي. الشخصية الثانية ها؟ الخراف. الشخصية الثالثة الذئب. فمحور الشخصيتين اللي هنتكلم عنهم النهاردة هما ثلاث شخصيات، الراعي والذئب والخروف. هنتكلم عن الراعي والخروف. اولا من الالقاب المحببه جدا لربنا يسوع المسيح كلمه الراعي الصالح او راعي الخراف. ليه راعي الخراف بالذات؟ حد يعرف ليه؟ ليه راعي خراف؟ مش معنى الخروف ما يكونش ليه اي حاجه تانيه غير الخروف؟ ما في حيوانات كثير، حيوانات كثيره، مش معنى الخروف؟ حد عنده فكره ليه الخروف؟ ما كانش ليه مثلا راعي المعيز؟ ما المعزه وديعه برضه، مش معنى الخروف؟ خروف لسببين. أول سبب أن الخروف كان بيتم تربيته في إسرائيل لأجل هدفين. الهدف الأول اللحم بتاعه. هتلاقوا هنا مدينة مقدسة مشهورة بلحم الخراف، صح؟ تاني حاجة الأهم الصوف، فروة الخروف. فعشان يحصل الراعي على فروة خروف كويسة مرة واثنين وتلاتة يجب ان هو الخروف ده يقعد معاه فترة زمنية من 12 إلى 15 سنة. خلال هذه الفترة الزمنية يقدر ان هو يحصل على اللي هو عايزه من الخروف. وخلال هذه الفترة الزمنية تتولد عشرة وعلاقة بين الراعي والخروف. ربنا عايز مننا كده بالضبط، يكون معانا ومع ربنا عشرة مدة زمنية. حتى المثل بيقول تعرف فلان يقول لك اعرفه، يقول لك عشرته يقول لك لا، يبقى ايه؟ ما تعرفوش. فالمعرفة بتيجي من العشرة، المعرفة بتيجي من العشرة. فسبب الأول هو اللي انا قلت لكم عليه، لازم يتربى فترة زمنية طويلة من 12 إلى 15 سنة عشان خاطر لحمه وعشان خاطر صوفه.
السبب الثاني ان الخروف لا يعرف يمينه من يساره. يعني ممكن الحمار يحفظ الطريق ويروح. وفي الكتاب المقدس فجاي قصة الحمار بالعام. يعني وبخ بالعام. لكن الخروف ما يعرفش. الخروف انتهى منه الراعي ضاع. لا يعرف يمينه من شماله. فعشان كده دايما تلاقي الخروف ماشي في ايه؟ في دل الراعي على طول ماشي وراه ما بيسيبوش. وعشان ما يعرفش يمينه من شماله بيسمع للراعي سمعا منصتا. ودنه دايما مع الراعي مع صوت الراعي. لا يمكن ان يختلط عليه الامر بين صوت الراعي بتاعه وراعي تاني خالص. انا شفت منظر عمري ما انساه. حوالي 8 9 سنين في بيت لحم. كنت في بيت لحم مشوار وانا راجع. تعرفين بيت لحم كلها مراعي للخراف. لقيت ولد صغير حوالي 14 15 سنه ومعه حوالي مثلا 100 خروف ماشي حواليه. يطلعوا ويتنططوا وفرحانين ياكلوا ويشربوا ويلعبوا حواليه وهو في قمه الفرح. قابل صبي تاني برضه صديقه تقريبا معه حوالي 70 80 خروف. ده ماشي كده وده ماشي كده. فتقابلوا هما الاثنين مع بعض وقعدوا يتكلموا ويهزروا مع بعض. الخراف دخلت ايه؟ دخلت في بعض. انا شدني المنظر قلت لا انا هقعد استنى هعرف هيفصلهم ازاي عن بعض. فكله شبه بعضه. الذكر زي الانثى كله بعضه نفس اللون نفس الشكل مش هيفصلهم واحده واحده. نزلت من السياره وفضلت قاعد منتظر اشوف هيخلصوا امتى. قعد يمكن 10 12 دقيقه وبعد كده راح الراعي ده مكانه وده مكانه والخراف كلهم ايه؟ في بعض. ده طلع صوت معين خرافه كلها جريت ناحيته. وده طلع صوت معين خرافه كلها جريت ناحيته. وفصلهم في ثانية دول كده ودول كده. لا حد غلط راح هنا ولا حد غلط هنا ولا ده قال لا نسيت ده مش هو ارجع تاني. ما حصلش. في لحظة زي المغناطيس دول اتشدوا كده دول اتشدوا كده. ايه دي؟ ايه دي؟ فده اللي بيقوله الكتاب المقدس. خرافي تعرفني لأنها تسمع ها؟ صوتي. ولا تسمع لصوت ايه؟ الغريب. تعالى قلد صوت الراعي مره واثنين وثلاثه وعشره. هيسمع؟ مش هيسمع خالص. صوت معين بطريقه معينه بيصدر من الراعي بتاعه. يروح ناحيته. ربنا يسوع المسيح عايز مننا كده. مش شرط تشوف. مش شرط تحس. لكن المهم ايه؟ اسمع. ربنا يسوع المسيح لما قام من الاموات وظهر للقديسه مريم المجدليه كانت تابعه للمسيح. وبعد صعود المسيح بشرت بالمسيح قديسه شافت ربنا كذا مره وعمل معها معجزات. لما شافته للاسف قالت له يا سيد ان كنت انت قد اخذته فقل لي اين وضعته انا اخذه. ايه ده؟ مش عارفاه؟ مش هو ده اللي عمل المعجزات قدامك؟ هو ده اللي كنت تابعه مخلصه ليه؟ هو ده اللي كنت مآمنه بيه وعارفانه هو ربنا يسوع المسيح الظاهر في الجسد؟ ولا مش عارفه عنه. امتى عرفته؟ لما قال لها يا مريم مجرد ما قال لها باسمها أدعو خرافي بأسمائها وأخرجها. قال لها يا مريم صرخت قالت له إيه؟ ربوني يا معلم. عرفته لما سمعت إيه؟ صوته. قبل كده ما كانش عارفه. لما قال لها باسمها يا مريم هو ده الراعي الصالح. فالخروف لا يعلم يمينه من يساره. ده الراعي الصالح. طيب
الشخصية الثانية اللي هو الذئب، عدو الخير، فالتالي احتال الخبير بمحاربة الجنس البشري، بيحارب الجنس البشري من آلاف السنين، عارف كل واحد وكل واحدة، يدخل له يمين، يدخل له شمال، يدخل له الجنب، يدخل له من فوق، يدخل له من تحت، يدخل له أي حتة، بس أهم حاجة يسقطه، ده أهم شيء. فتاك الشرط إن هو يكون عايز يفترس حد عشان يأكل، لا، أنا ربنا يسوع المسيح اختار الذئب في هذا المثل لأن الذئب فتاك، لو قاعد بيأكل مثلا في فريسة وشاف خروف في عين تايه بعيد يروح يفتك بيه ويقتله ويسيبه يمشي ويرجع يكمل فريسته عادي. فتاك بيحب الدم. طيب عدو الخير الفتاك ده، واحنا الخراف اللي منعرفش اليمين من الشمال، هل نزوغ على الراعي ولا نمشي معاه؟ لا، بتحصل حاجات غريبه. هو بيكم هذا المعمودية بالتأسوه الرعى الصالح. الرعى الصالح ليه مواصفات والصورة بتاعته احنا كتير ما بنفهمهاش. هو بيكم صورة الراعي والحاجات اللي ترمز إليها في صورة الراعي. دي صورة الراعي الصالح، فيها ثلاث حاجات مهمين نخلي بالنا. الحاجة الأولى إن ربنا يسوع المسيح يحمل في يده عصاية لها شكل معين. شايفين منظر العصاية عامل إزاي؟ فيها تقويصة من فوق ومن تحت لها طرف مدبب. شوفوا حنان ربنا يسوع المسيح هو يحمل إيه؟ الخروف. الخروف ده متشال مش على الأرض، ليها سبب، ليها سبب. السبب ان الخروف ممكن عدو الخير يضله ويضغيه بالملذات والشهوات فيقول له تعالى، يشده يبدا يبعد عن القطيع ويبعد عن الراعي. هو عشان ما يعرفش يمينه من يساره بيعمل ايه؟ بيتوه بيضل. الراعي ياخد باله ان ده مشي وشرد. شايفين العصايه اللي فيه الطويله دي؟ يروح يمد العصايه بالطرف ده في رقبة الخروف ويشده يرجعه تاني بقطيع. بعد فترة عدو الخير يضغيه مرة تانية، يشرب مرة يمشي يمين ومرة يمشي شمال، يمد العصاية ويشده يرجع مرة في اثنين في ثلاثة. حلاوة الخطية ولذتها الوقتية بتشد الخروف كل شوية. طب الراعي يعمل ايه؟ يجي بالطرف المدبر اللي في العصاية من تحت يروح ضارب رجل الخوف اللي تمشي ناحيه الخطيه، يحصل لها ايه؟ تتكسر. بعد ما تتكسر يعمل ايه؟ يبدا الراعي يحنو على هذا الخروف المكسور، يبدا يحتوي هذا الخروف المجروح. هو اللي قال كده ربنا فشل يجرح وايه؟ يسحق ويداه تشفيان، يديله حنوة أكتر وعطف أكتر. فهو مفكر إن أبوه لما ضرب الراعي لما ضربه ما بيحبوش، لكن لا، هو بيحبه فعشان كده منعه عن طريق الخطية وطريق الذئب، طريق عدو الخير. يديله حب أكتر وحنان أكتر لحد ما يصبح الخروف الشريد بقي أقرب خروف لقلب الراعي. يشيله يحطه على كبيه، يحطه على كتفه، يعمله كده أو مسكه. ده اللي اتكسر لأنه ده مرارة البعد وحس بحلاوة القرب. ولما يبعد أول ما تجيله لزة الخطية ياخدها وبعد كده يبص حواليه نفسه توه، ده فين القطيع؟ فين الراعي؟ مش سامع الصوت، يتعب. لكن هو جنب الراعي تلاقيه فرحان ومش عايل الهم، ما بيقعدش الهم، حتى تشاف الذئب والراعي موجود الذئب ما يقدرش يقرب. ومن جمال الراعي ان لما بيحط الخراف بالليل، بالليل ما فيش راعي،
بيجي الراعي ينام مكان الباب. عشان كده ربنا يسوع المسيح النهارده في الانجيل بيقول انا هو باب ايه؟ الخراف على الباب، نايم لك على الباب. عشان لو خروف جه يطلع هيخبط في الراعي، هيصحى ويقول له تعالى. عشان الذئب لو جه يدخل هيخبط في الراعي يقول له امشي وابعد. هو قاعد باب الخراف. هو ده ربنا يسوع المسيح الراعي الحقيقي. حتى مزمور الرب راعي فلا يعوزني شيء من اجمل المزامير المعزيه في سفر المزامير. في عدد حلو فيها بيقول والى ماء الراحه ايه يوردني. يعني ايه ماء الراحه؟ نقول لنا الخروف مسكين ما يعرفش يمين من الشمال، وقلنا ان الراعي بيربيه عشان ياخد منه الصوف، صح؟ فلما صوف الخروف يبقى كتير وكل منابع الميه اللي بيشرب منها الخروف جايه من الجبال، فلو دخل الخروف يشرب والميه مندفعه وتيجي على الصوف بتاعه، الصوف هيحصل له ايه؟ هيتقل. هيحصل ايه للخروف؟ هيغرق في الميه ويموت. يجي الراعي من حبه للخروف يعمل ايه؟ يجيب حجاره ويبدا يلقيها في اتجاه سريان الماء، الميه تهدي، تهدي من الدفاع بتاعها، توصل للخروف بسيطه يشرب منها بسلاسه. شوف العطف بتاع الراعي، شوف العطف بتاع الراعي. فالخروف يشرب بهدوء، يهتم بيه، يصب زيت على راس الخروف. ليه بيصب زيت على راس الخروف؟ عشان لا تعلق بأي حشرات تدخل في ودانه أو في عينيه. اهتمام وحب. مزمور الراعي يعتبر مثال للعناية الإلهية بالنفس البشرية. يجي حد يقول يا ابونا أنا حزين على نفسي، مالك حبيبي في إيه؟ ده زمان أنا كنت أصحى بدري وأصلي، ده زمان كنت لازم أول واحد أكون في الكنيسة وأتناول الأصحاب المقدسة، ده زمان كنت مواصل التوبة والاعتراف، ده زمان كنت بعمل وبساوي وأفتقر وأزور المرضى وأشوف اليتامى والأرامل. طب ودلوقتي؟ يقول لك لا مش عارف، مش عارف إيه اللي حصل. حد يعرف إيه اللي حصل؟ ها؟ إيه اللي حصل؟ اتسرق، اتسرق مع الذئب ده سارق. والسارق لا يأتي إلا إيه؟ لثلاث حاجات: يسرق ويذبح ويهلك. لا يأتي السارق إلا ليسرق ويذبح ويهلك بس. وده اللي يعمل عدو الخير. طب أنت حصل لك يا حبيبي؟ اتسرق. النعمة اللي كانت عندك اتسرقت، سيرة القداسة اللي كنت عايش فيها اتحسد واتسرقت، بقيت مكانها نجاسة. الفرح اللي كنت فرحانه بربنا اتسرق، بقي مكانه حزن. النشاط اتسرق، بقي مكانه كسل. القوة والبهاء في الحضور أمام الحضرة الإلهية اتسرق، وبقي مكانه فتور وتراخي. اتسرقت. الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إيه؟ إبليس. اتحسدت فاتسرقت. لكن لو أنت واعي وأنت شاطر وعارف إبليس هيدخل لك منين وتبقى صد ليه، تحافظ على الوزنة وتحافظ على الموهبة اللي ربنا أنعم بها عليك. لكن للأسف نتراخى. تعالى يا فلان صلي، حاضر يا ابونا، وينام. حبيبي ليك فتره ما تناولتش، حاضر يا ابونا، ربنا يسهل. هادي ان شاء الله، هادي ربنا يسهل. ويقول لابونا كلمتين. طب يا حبيبي ابونا خايف عليه، طب يدور عليه. لا لا، حاجات كتير بتشد الانسان، بتلهيه، بتبعده، وتلاقيه في الاخر طبعا. داود النبي
ربنا قال عن داود: فتشت قلب داود ابن يسى وجدت حسب ايه؟ قلب. اختيار ربنا للرعاه. حتى آية الكتاب المقدس بتقول: اعطيكم رعاه حسب ايه؟ حسب قلبي. حسب قلب ربنا. ايه ده؟ في اقوى من كده؟ في احلى من كده؟ في اجمل من كده؟ ها؟ في؟ مفيش. كان نشيط، كان دايما في الجيش، دايما شغال، دايما بينشد اناشيد الحمد والشكر لربنا اللي بيسنده وبيقويه. لكن بعد كده تراخى، تراخى، ضحك عليه عدو الخير وسرق منه ما اخذه. ضحك عليه عدو الخير فوقع في خطيتين من ابشع الكبائر. سقط هذا العظيم في الزنا والقتل. والمصيبة الأكبر أنه ما كانش دريان، ما كانش دريان أنه أخطأ. يعني دي خطية مزدوجة، في واحد يغلط ويحس أنه غلط، واحد يغلط ما يحسش. داود عمل كده. داود اللي كان قلبه حسب قلب الله زنى وقتل ولم يدرك ان هذا خطأ. في حد يا ابونا ما يعرفش ان دي خطيه؟ اه ما يعرفش. مش الكتاب بيقول يشربون الاثم ايه؟ كالماء. مش حاسس. خلص، خبز شبع وقتل وريه الحسن. في الاخر صعد خطأه امام الله وخطيئته العظيمه. فأرسل إليه نبيه فقال له القصة اللي انتوا عارفينها. فاستغرب داود، قال له مين اللي عمل كده؟ لما قال له القصة بتاعت الراجل اللي كان معاه النعجة وجاله ضيف وأخد النعجة وذبحها، قال له مين ده؟ قال له أنت هو هذا. أنت الشخص ده. كانش يعرف. داود اللي كان قلبه حسب قلب الله لما سرقه عدو الخير طلب من ربنا قلبا جديدا، وقعد يصرخ ويقول قلبا نقيا ايه؟ مش سامع. قلبا نقيا ايه؟ قلبا نقيا اخلق فيه يا الله. طلب من ربنا يخلق فيه قلب جديد زي القلب القديم اللي كان عنده اللي حسب قلب ربنا، قلب النقاء، قلب القداسه، قلب النشاط، قلب المحبه، ويشيل منه القلب الحجري الخطية حطته فيه. الابن الضال كان يحيى مع أبوه مبسوط متنعم وله سلطان، له سلطان، قاعد مع الخواف ومبسوط. جاء عدو الخير الذئب السارق، مش دي حياة، مش ايه دي؟ تعالى بقى، تعالى شوف الدنيا، ابعد عن ابوك وسافر، عيش براحتك، عيش شبابك، اصرف وخلي عندك كينونه. يعني ايه ماشي ورا ابوك؟ زي الخوف. ايه ماشي ورا بقى؟ تكبر انت كده وتطلع لك قرون وتعمل بيها ايه؟ وتطلع. تعالى. شده، بعد عن أبوه وسافر وتغرب وأصرف أمواله على الزواني، خد اللذة، خد الشهوة، عاش في الخطية. جه في الآخر قال إيه؟ خلصت كل حاجة معاه، خلص أبوه مش موجود، والناس اللي كانوا حواليه بيساعدوه انفضوا بعد ما خلصوا القرش اللي معاه. بدأ هذا الابن يشتهي أن يأكل أكل الخنازير. الكتاب بيقول حاجة صعبة قوي كتير ما بناخدش بالنا منها. وكان يشتهي أن يأكل الخرنوب. إيه؟ ولم يعطيه أحد. يا حتى أكل الخنازير مش لاقيه.
الخرنوب مش لاقيه. قال لك كم من اجير عند ابي، كم خدام عند ابويا يفضل عنه الخبز الكسر، وانا هنا اهلك جوع. طب انت كنت قاعد في حضن ابوك متنعم، ليه سمعت صوت الذئب؟ ليه سمعت صوت السارق؟ ليه تمشي وراه؟ ما خسرك كل حاجه. قال لك ما كنت تعبان في بيت ابويا. تعبان في بيت ابوك ازاي؟ ما في وصايا في بيت ابويا. في وصايا؟ لا في وصايا. لا الابن الاكبر لما اعترض لما قبل الابن الاصغر قال له ايه؟ حد فاكر قال له ايه؟ ابنك اللي مشي واكل معيشتك مع الزواني وانا لم اتجاوز وصيتك قط. يعني انا ما كسرتش وصيتك اللي انت مديها لي. يعني اذا في وصايا في البيت. طب هي الوصايا؟ الوصايا بتحذرك من السارق. هل تقيت؟ بقول لك يا حبيبي خلي بالك لو طلعت بره هياكلك. تقيت؟ ده خايف عليك. طب يعطيك الوصية لكي يحميك. لكن لذة الخطية بتشد، بس هي وقتية. راح ابن الضال خد اللذة الوقتية، وفي الآخر حصل ايه؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ عاش حزين، عاش مهموم. التليفون بعد اذنكم انا نبهت كذا مرة، نقفل تليفوناتنا في الكنيسة. ما يصحش التليفون يكون شغال وانا في الكنيسة. شد السارق وطلع عن ابوه، بس في الاخر لما رجع قال اقوم ايه؟ اقوم بكره واذهب الى ابي، صح؟ ولا اقوم بعده؟ اقوم الان، اقوم الان واذهب الى ابي دلوقتي. اوعى تاجل، اوعى تاجل. تاجيلك مش هيفيدك. راح لابوه وقال له اخطات يا ابتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا، بل اجعلني ايه؟ ما ينفعش اقول لك ابن يابا، انا ما ينفعش. خليني خدام من الخدامين بتوعك. راح ابوه ضربه وقال له انت ابن غير امين، وجلده ومنعه، صح؟ ولا عمل ايه؟ قبله في حضنه، قبله وعانقه بالرغم من خطيئته. حنو الراعي وعطف الراعي وأبوة الراعي، خوف الشريد. لو سمحتوا التليفون، من فضلكم التليفون. أبوة الراعي وحنان الراعي وعطف الراعي، الخوف اللي بيشرد هو الخوف اللي بقي على ايديه، هو اللي حمله، هو اللي شايله. اكتر واحد بعد هو اكتر واحد بيوريه انه داء المرار. كم من اجير عند ابي يفضل عنه الخبز وانا هنا اهلك جوع. ده حتى اكل الخنازير مش لاقيه. لكن رجع لابوه، لقي ابوه قافل الباب، ولا لقى ابوه فتح ذراعيه، فتح ذراعيه. ده بالعكس كان فرحان، ده فرح السماء. السماء تفرح بايه؟ خاطي واحد يتوب اكتر من ايه؟ 99 مرة يحتمل يتوب. ياه، نحن لو افترضنا ان اي واحد فينا معاه 100 خروف، 100 خروف معاه، وطلع عليه دب او ذئب او اسد وهبش منه واحد، يعمل ايه؟ ياخد 99 وايه؟ ويجري. قال لك لا يمسك الباقيين يخلص عليهم. ده التفكير البشري. قال لك انفد ب 99 واحد يروح مش مشكله، لكن الراعي يعمل كده؟ لا. يسيب ال 99 ويجري ورا الخروف لغايه لما يخلصوا من يد الدين، من يد الذئب، من
اليد السابق. ما داود زمان قبل الخطية لما كان قلبه حسب قلب الله، لما جه دب وأسد خطفوا نعجة من النعاج بتوعه، عمل ايه؟ راح قتل الذئب وقتل الدب وخلص النعجة. هو الراعي الصالح ساب خوف يهلك، ساب العدو يفتك بيه، لا راح خلصه من بين الانياب وطلعه. ربنا بيعمل كده. ربنا كم مره ستر عليك؟ ربنا كم مره ما فضحكيش؟ ربنا كم مره صبر علينا؟ نتوب. مهل الله انما يقتدك الى ايه؟ التوبه فقط. ربنا مش عايز منك حاجه غير التوبه. تصنعوا اثمارا تليق بايه؟ بالتوبه. مش عايز غير التوبه بس. انك انت تدفع فيك مهر غالي، ما تدفعش فيك ذهب ولا فضه، تدفع فيك دم زكي كريم، دم ربنا يسوع المسيح المسفوك على عود الصليب. فعشان كده انت غالي عند ربنا، عشان كده ربنا مش بيسيبك تهلك، بينذرك مرة واثنين وثلاثة بأنواع كثيرة وأشكال كثيرة، مش بيسيبك. بس المهم انت ايه؟ تنظف دي وتسمع. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا ايه؟ قلوبكم. ربنا ينزع مننا القلوب الحجرية ويعطينا القلوب اللحمية. نسمع كلمة ربنا، نسمع لصوت الراعي، نتبع الخراف، نمشي على آثار القطيع. لكن للأسف كتير مننا بيشرك، بيبعد، بيروح ناحية اللذة الوقتية والشهوات الزمنية وبيترك الراعي. والراعي بيبحث دوما عن الخروف الضال في كل وقت. الراعي يبحث عن الخروف الضال، ومنين ما تروح له هتلاقيه فرحان بيك، منين ما تتوب هتلاقي فتح احضنه ليك، منين ما تقرب منه تشبع من حنانه من حنوه من عطفه من ابوته. بس اقرب. ربنا مش بيفرض نفسه على حد، لكنه يريد كل احد. عشان كده بيقول انا واقف على الباب ايه؟ ها؟ وايه؟ يعني ايه واقف؟ يخبط عليه. من يفتح ادخل وايه؟ ما قالش ليه افطر ولا اتغدى؟ اشمعنى اتعشى؟ حد يعرف؟ ليه اتعشى؟ لان في العصور القديمه كان اللي بيجي اخر الليل بيبات، مش هينفع يمشي في الضلمه، يطلع عليه لصوص يضربوه ويسرعوه فيبات. ربنا عايز يطول المدة معاك، يقعد معاك أكتر، يكون بينك وبينه إيه؟ بينك وبينه إيه؟ عشرة زي الراعي والخروف. من يفتح، من يفتح؟ اللي هيفتح هدخل وأتعشى وهبات معاه، هقعد معاه، أدوقه من حناني وأبوته وعطفي. لكن لو مش عايز مش هيخسر عليك، مش هيقتحمك غصب عنك احتراما لحريتك. لكن الإنسان يجب أن يعرف جيدا معنى وجوده في حضيرة الخروف، معنى ارتباطه بالراعي، معنى سعي الراعي نحوه. ساب 99 وجاي ورا الخروف، مش بيسيب الذئب أبدا يسيطر، لكن دعه يرعاك. بنقول في المزمور الرب راعي فلا ايه؟ مفيش حاجة هحتاجها طالما ربنا هو اللي بيرعاني، بيسدد كل احتياجاتي. عمري ما هعوز ولا هتعب وانا موجود مع الراعي. تتلاقوا لو خروف تعثر في الطريق الراعي يجري عليه ويشوف، يبص لو لقى رجله مجروحة او مكسورة بيعمل ايه؟ ياخد التوب بتاعه يمزعه ويبدأ يضمد جراحات الخروف.
يقطع هدومه ويضمد الخوف. في أجمل من كده، في أحلى من كده، بس للأسف شهوات العالم بتشد الإنسان، بتخليه يشيع وجهه، يبعد يبعد عن حضن أبوه اللي مستنيه بالرغم من بعد، فاتح أحضانه ليه ومستنيه، لأن الضال بعد ما خد نصيبه من الميراث وأنفق معيشته على الزواني وبعد عن أبوه، لما رجع لقى أحضان أبوه مفتوحة، قبله فرحا مع النفوش، ما قالوش انت ابن عاق، ما قالوش انك انت ابن متذمر، ما قالوش انت خدت نصيبك مالكش حاجه تاني، ما قالوش خليك في المكان اللي انت فيه، لا ده بالعكس قال حاجات غريبه، لبسوا حذاء في قدميه ولبسوا رداء وجعل له خاتم في يده الملك اللي راح منه، وقال لهم اذبحوا ايه العجل المسمن، يا بحول عجل. لما جه اخوه اعترض قال له ده انا ماشي معاه وما كسرتش وصيتك، حتى بعثه ما عطتنيش، وابنك ده اللي بهدله ضيع كل فلوسك تذبح له العجل المسمن؟ قال له قال له ليه؟ خلي بالكم ليه؟ قال له ينبغي اليوم ان نصر وان نفرح، ليه؟ لان اخيك كان ايه؟ مش سامع، كان ايه؟ ميت في ايه؟ وكان ضلا في ايه؟ كان ميت في الخطيه، كان ضال ببعده عن الراعي الصالح، ساب القطيع ومشي في ضل مخروف ما يعرفش، يبص يمين يبص شمال مش عارف يروح، فلما رجع نفرح، حتى الراعي لما يلاقي الخروف الضال يفرح يحمله على منكبيه ايه؟ فرحا. ما انت عندك يا عم 99، ايه المشكله في ده؟ لا ما يسيبش خروفه للعدو الخير ابدا ابدا. الله يسعى اليك بقوه، الله لا يتركك ابدا فريسا، بس مشكله في نحن مش بنسمع. ده كمان في حاجة أصعب، ممكن نسمع ونصم آذاننا عن السمع، يا ابني تعالى وتوب وكن، يا ابني تعالى صلي وتناول، حاضر ربنا يسهل الشغل يا منى، طب هعمل ايه؟ أنا يعني قاعد في البيت ومش مش عايز أصلي. طب يا ابني النهارده اجازه، ما انا اشتغلت اوفر تايم عشان خاطر احسن دخلي وعندي كذا وعندي كذا، اشتغلت شفت تاني برضه عشان ما عنديش وظروف وعايز ازود. طب يا ابني كفايه اللي معاك، لا البحر يحب ايه؟ بزياده. طب وحياتك الروحيه تبدا تنزل شويه بشويه لغايه لما اوصل لضاله وضحاله، ابدا اصلح اتحب واحس الموضوع صح. عارفين ليه؟ لو واحد مسافر في قطر ونازل محطه معينه ونعس وصحي بعد ما عدت المحطه، اول حاجه يعملها ايه؟ يستنى كم محطه كده وينزل، يجي يقول لك دي مركز استنى محافظه وننزل، ولا يعمل ايه؟ اول محطه ينزل. عارفين ليه؟ لأن كل ما ينتظر كل ما المدة بتزيد وكل ما المجهود بيكتر، خليت نضل كده. أول ما فقل أقوم إيه؟ دلوقتي أروح دلوقتي مش هسيب بكرة، أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له أخطأت يا أبي. في مين؟ أخطأت إلى السماء وقدام، قلت في ربنا الأول وفيه، ولا أستحق أن أكون لك إيه؟ خليني واحد من الخدمين بتوعك اللي كان متمرد على أبوه في الأول، اديني ميراث، اديني اللي ليا عندك بكل وقاحة. بقول لسه عايش، هل أي حد فينا يقبل إن ابنه يقول اديني نصيبي في ميراثي منك؟ هيقبل؟ مش سامع، هيقبل؟
ليه؟ أنا لسه عايش، جاي توبستي وأنا حي. عمل كده الابن الضال، وبث أبوه وهو بعد على قيد الحياة، وبكل وقاحة أخذ ميراثه وصرف في الكلام الفاضي. المفروض لما يرجع أبوه يديله علمه أنت ابن مش متربي، ويعنفه وممكن يطرده. وفي آباء ممكن تعمل كده، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط كلام؟ لكن ما عملش كده الراعي الصالح، أبونا الحقيقي ربنا يسوع المسيح الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع إيه ويحيى. كان فتح أحضانه وقبله فرحا، لا عنفه ولا اتكلم معاه، مجرد انه شافه وخده في حضنه اعتبر ان ده توبه. ربنا يا حبايبي بيتلكك لينا على السماء، عايز يدينا السماء بيتلكك لينا عليها، واحنا بنبعد. احنا بنمشي ورا عدو الخير، بنمشي ورا الذئب ورا الثعلب اللي هدفه انه يفتك فقط، هدفه انه يخدم مملكته. قبل صلب ربنا يسوع المسيح كان الشيطان يسود على العالم كله، اي حد كان يموت ياخد الشيطان وينزل بيه فين؟ في الجحيم، قديسين وغير قديسين. سيد المسيح بصلبه نزل الى الجحيم، رد انفس ابائنا الراقدين على رجاء القيامه، طلعهم فوق، ودهم فين؟ ودهم الفردوس. فالشيطان حزين، ادانا سلطان ربنا يسوع المسيح ندوس الحياه والعقارب بكل قوات العدو، فحزين. ليه قوه الشيطان؟ ليه قوه بس محدوده. ليك سلطان عليه؟ ليك سلطان عليه بايه؟ بايه السلطان؟ بالصليب. لكن لما اسيب صليبي واسيب مفتاح الحياه بتاعي اسيطر ازاي على الشيطان؟ مش هقدر عليه، بالعكس هيضغيني ويسبيني ويشدني بعيد عن القطيع وابعد عن الراعي وتوه. زي ما كتير تايهين في الحياه، فينك يا فلان؟ اه ابونا تايه فين؟ ما بنقول كده على طول، فينك تايه فين؟ في الدنيا تايه، في الشغل وتايه في الاموال وتايه في المقتنيات وتعظم المعيشه وتربيه الاولاد. ها تايه مش دريان. وفي لحظة يجي ربنا يقول له أعطني حساب إيه؟ وكذبك. نحن يا أحبائي لا نملك شيء على هذه الأرض، أي حد فينا في جيبه نقود مش بتاعته، أي حد معاه أولاد مش بتوعه، أي حد عنده صحة مش بتاعته، أي حد عنده ذكاء مش بتاعه، أي حد عنده أي شيء مش بتاعه، كله ملك لمين؟ لله. أنت وكيل على ما أوكله إليك السيد، أموالك أنت وكيل عليها، ممكن تستخدمها عشان تدخل بها السماء، وممكن تكون سبب في ضياعك بعيد عن السماء. المال أصل لكل الشرور، إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان طعنوا أنفسهم بأوجاع كبيرة. الطب في إيده، كل شيء في ايده، كل شيء. يا ريت كل واحد فينا يصحى، يصحى ويحط قدامه داود النبي والابن الضال. داود النبي اللي كان قلبه حسب قلب الله، لما سمع لصوت عدو الخير واخطا طلب من ربنا، قال له قلبا نقيا اخلق فيا ايه يا الله. فالابن الضال اللي كان عايش متنعم في بيت ابوه حنو وحنان ولطف وعطف الأب، سابه لما شد عدو الخير وطلع بره، شاف لذة الخطية الوقتية، صحي نفسه قال أقوم إيه بكرة وأروح لأبي، ولا إيه أقوم الآن. كل واحد لازم يقوم الآن، نطلع بره الكنيسة بعد نهاية القداس بهذا اليوم المبارك، وكل واحد يعيد حساباته مرة تانية، كل واحد يشوف نفسه ماشي إزاي، كل واحد يدرس نفسه. لا يعلم الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه. عدو الخير صعب يا أخواتي، صعب وفي التاني عبادة، بس ضع
ضعيف أمام قوة الصليب، أمام قوة ربنا يسوع المسيح. بكل سهولة ممكن تهزمه، وهو ممكن بكل سهولة يطغيك ويكسبك. هو فتاك عايز يضيع، بس عايز يرد للمملكة بتاعته اللي ربنا يسوع المسيح كسرها وهدمها ورد القديسين إلى الفردوس. هختم بقصة صغيرة عن الذئب أو عدو الخير. قلت لكم هو فتاك، القصة دي قلتها امبارح في العزم. هو بيحب يفتك الدم عشان بيحب يفتك بالضحية بتاعته. فالثعالب في روسيا الفراء بتاعها غالي جدا، فالثعلب من الصعب ان حد يمسكه عشان ياخد الفراء بتاعه، فبيهرب سريع جدا وممكن يفتك باللي قدامه او يزيد. فبيلجأوا لحيله، هي الحيله، وعشان بيحب الدم بيجي صائد الثعالب معاه مبرد طويل كده مسنن، يشوف اي دم اي طير او حمامه ينقط عليه كم نقطه كده هناك. عشان الجو ساقع الدم بيتجلط، يحفر في التلج، يروح حاطط المبرد ويردم عليه، يشم ريحه الدم الثعلب. بيعمل ايه؟ يجي من ناحيه المبرد يحفر، يلاقيه، يلاقي عليه ايه؟ يلاقي عليه ايه؟ الدم. يبدا يلحس الدم، واحده في الثانيه في الثالثه، مع نهم الشهوه ينسى ان لسانه بيتجرح وبينزل دم على المبرد. يفضل يلحس 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 لغايه ما دمه يتصفى بالكامل ويلاقوا مال مين؟ جنب المبرد ميت. يجي الصائد ياخده ويسلخه وياخد الفراغ بتاعه بكل سهوله. عدو الخير بيعمل كده معانا، يديك اللذه الوقتيه البسيطه تبدا تاخدها لغايه لما تضيع نفسك وتموت روحيا. سفر الرؤيا بيقول لك اسمع انك حي وانت ايه؟ ميت. يموتك روحيا من غير ما تحس. ده اللي بيحصل. عشان كده ربنا يسوع المسيح قال حته حلوه جدا في بستان الرهبان، قال امور العالم، نخلي بالنا امور العالم هي حلاوات يعقبها مرارات. خطيئة ليها حلاوة في الأول بعد كده آخرتها مر. نيرات يعقبها مظلمات، مباهج منورة الخطيئة لكن آخرتها ظلام جحيم. حلاوات يعقبها مرارات، نيرات يعقبها مظلمات، مبهجات تبقى فرحان بالخطيئة يعقبها محزنات. لكن أمور سيدنا يسوع المسيح هي مرارات يعقبها حلاوات. ممكن تبقى الحياة مرة فيها تعب في الأول لكن آخرتها حلاوة، حلاوة الفردوس. ممكن تبقى مظلمات في الضيقة والشدة يعقبها نيرات لما ربنا يزيل عنك الضيقة وينعم عليك بسلامه. ممكن تكون محزنات، تبقى حزين في التجربة لكن يعقوبها مبهجات. حينما يفتقدك الله يخرجك مما أنت فيه، يحول حزنك إلى فرح، يحول ضعفك إلى قوة، يحول فتورك إلى مملوكها. ربنا يعطينا أن احنا دايما نكون سائرين في أثر القطيع. ربنا يدينا نكون دايما تابعين للراعي الصالح ربنا يسوع المسيح مخلص نفوسنا الحقيقي. يبعد عننا كل حيل عدو الخير، كل التجارب، كل الشهوات، كل المغريات، كل الملذات، كل أعمال الذئب الذي لا يأتي إلا لإيه؟ ها؟ يسرق وإيه؟ ويذبح وإيه؟ ويهلك. ربنا يبعده عننا، يدينا نعمة، يدينا بركة، يدينا توبة، يدينا ثبات في كنيسة الله المقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة وعزة وسهود من الآن وإلى الأبد أمين. بالحقيقة نؤمن.